قررت وزارة الحج والعمرة إقامة حج هذا العام 1441 هجرية بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الجسدي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية. ويأتي هذا القرار حرصا من حكومة المملكة على حفظ وسلامة الإنسان من مخاطر جائحة فيروس كورونا.